أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 لتسجل نحو 14 مليار و600 مليون دولار مقابل 7 مليارات و800 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 85.9%. جاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها نحو 2.8 مليار دولار، يليها مالطا ثم إسبانيا واليونان. أكد رئيس التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله بأن صادرات مصر إلى ألمانيا حققت ارتفاعاً خلال العام الماضي بنحو 24% مقارنة بالعام السابق له لتبلغ 1 مليار دولار في عام 2021. جاء ذلك خلال استضافة جهاز التمثيل التجاري للاجتماع التحضيري لاجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة والمنتظر عقدها خلال شهر يوليو المقبل في برلين برئاسة وزير التجارة والصناعة نيفين جامع عن الجانب المصري ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك. إلى البورصة المصرية التي أنهت جلسة التداولات بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب مقابل مشتريات للمصريين. سجل رأس المال السوقي لأسهم شركات المقايضة بالبورصة مستوى 662 مليار و500 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10200 نقطة وأغلق عند مستوى 10086 نقطة متراجعا بنسبة 1.12%. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1746 نقطة وأغلق عند مستوى 1727 نقطة منخفضا بنسبة 1.11%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2627 نقطة ليغلق عند مستوى 2599 نقطة منخفضا بنسبة 1.6%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. يسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و53 قرشا للشراء و18 جنيه و66 قرشا للبيع. أما بالنسبة للسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و88 قرشا للشراء و20 جنيه وقرش للبيع. بالنسبة للسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 23 جنيه و38 قرشا للشراء و23 جنيه و53 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و4 قروش للشراء و5 جنيهات و7 قروش للبيع. بالنسبة للسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 4 جنيهات و94 قرش للشراء و4 جنيهات و97 قرشا للبيع. وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي إلى تونس بقيمة 23 مليون و800 ألف دولار أمريكي لصالح مشروع مجابهة جائحة كورونا، مع التركيز على تعزيز النظام الصحي في البلاد للتأهب لمواجهة متطلبات الصحة العامة. أكد البنك الدولي أن هذا التمويل هو الثاني والذي يشمل قرضا بقيمة 22 مليون دولار ومنحة قدرها نحو 1.8 مليون دولار من أجل تعزيز قدرات الرعاية السريرية والطارئة والجراحية، وسيسهم ذلك في تعافي تونس من جائحة كورونا من خلال التخفيف من عبء حالات الإصابة الشديدة بالفيروس.